السلام عليكم، محمد باغر معاكم واهلا بيكم في درس جديد. الدرس النهارده عايزين نتكلم عن بلاجن. البلاجن ده هو فري وستاند الون، ما بيتسطبش جوه مايه او اي برنامج، بيقوم لوحده. هسيب لكم اللينك بتاع الموقع عشان تنزلوا منه البرنامج في الوصف بتاع الفيديو ان شاء الله. ده الموقع بتاع البلاجن. بلاجن يعني ظريف جدا، بيتعمل بيه شغل ابستراكت حلو قوي. ده مثلا في المنطقة بتاعت زي منتدى يعني كده، عنده الشغل الناس عاملاه برضو يعني بيقدم لنا كده شوية حاجات ظريفة. وممكن جدا الخرائط اللي بيديها لي ممكن نتعمل منها شغل انيميشن كمان بشكل ظريف جدا يعني. فاحنا لو رحنا لبرودكتس هنلاقي ان هو ده البرنامج الجي اس بليسمنت. ده هو برنامج مجاني وفي شات بلاجنز تانية، يعني ده $15 وده بدولار وده كمان فري، بس يعني ما شفتوش، بس شكله كده مش مشجع يعني. فيعني لو دخلنا هنا نقدر ان احنا نعمل داونلود. لو انا قاعد على يعني شغال على ويندوز ممكن ان انا انزله، لو انا قاعد على ماك ولا او لينكس. والناس يعني بصراحة يعني يستاهلوا الدعم الحقيقة يعني، لان البلاجن ظريف جدا. فخلونا نشوف هنشتغل بيه ازاي في مايا وارنولد بعد الفاصل ان شاء الله. طيب ده البرنامج بعد ما نزلناه وقومناه، يعني بيجي لك الانترفيس بتاعه بالشكل ده. تقدر ان انت من الايكون دي تجيب انواع من الديسبليسمنت، من شكل الخرائط اللي بيقدمها لك. يعني ممكن مثلا تروح للكلاسيك دي فبيجي لك الويندو دي فاضية، بتدوس عليها عشان يبتدي يشتغل، بيجي لك الشكل. تقدر ان انت تتعدل في فيها شويه، تغير في الالوان حسب انت عايز مين يبقى اعلى ومين يبقى اوطى. لحد ما طبعا حاجه زي كده صعبه قوي ان هي تبقى متحدده بالنسبه لك، تبقى انت عارف قوي يعني انت بتعمل ايه، لان الالوان متداخله بشكل كبير. فالجري سكيل بالنسبه لك حتى انت لو انت يعني ممكن تاخد صوره تقريبيه، يعني مثلا حاجه زي كده تبقى عاليه لانها اغمق والمنطقه البيضاء تبقى اوطى وهكذا. لكن يعني anyway انت هتبتدي ان انت تشوف كده ايه النتيجه اللي انت عايزها. ممكن مثلا تبدا تلعب في السكيل تغير كل دي حاجات تقدر ان انت تعدل فيها شكل المابة. ممكن مثلا تشوف حاجة تانية مثلا زي ال 2D مثلا، برضو بتدوس هنا عشان يبتدي يشتغل معاك. فدي ظريفة طبعا جدا يعني يمكن هي دي اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. وبرضو نفس الكلام ممكن مثلا تبدأ ان انت دي الكلاس، ده شكل الكلاسيك بتاعها. ممكن تشوف مثلا الكراب ده هيبقى شكله عامل ازاي، ممكن تروح لدي مثلا وهكذا. تقيلة قوي دي يعني، فيها شوية تفاصيل محترمة يعني. وتقدر ان انت تلعب تتراندوم فيها برضو زي ما انت عايز وهكذا. انا هسيب لكم يعني عملية يعني اللعب معاه، لان الموضوع بسيط قوي يعني. انت هتختار اللي انت عايزها وشكرا على كده يعني، الموضوع مش مفيش اي حوارات. طيب انت مثلا اخترت دي خلاص، و مثلا لعبت فيها شويه، مش عايز اضيع وقت الفيديو فيها قوي لان لسه عندنا شويه شغل عايزين نعمله في المايه والارنولد. وقلت له خلاص انا مستقر عليها، مبسوط بدي، فانا عايز اعمل سيف للماب. فهتقول له سيف هايت، وتقول له مثلا سيف، هنا ادي لها الاسم اللي انت عايزه. انا هسيبها مثلا زي ما هي، او ممكن ان انا اشيل دول بحيث ان انا يبقى عندي مثلا جي اس سيمليس دي، ونقول اوكي. الصورة نفسها هتبص تلاقيها ان هي هاي ريزوليوشن بشكل فظيع، يعني هي 8 يعني 8 كيلو 8K. فانت مهما زومت هتبص تلاقي التفاصيل قوية جدا، وده مهم جدا في عملية الديسبليسمنت عشان الازاحة اللي هتحصل للسطح اللي جاية من الصورة. انت عايزها تبقى شارب وعايزها تبقى نظيفة
وكده. فانت عشان فده مهم يعني. هي لو كمان اعلى من كده كمان كانت هتبقى افيد، بس طبعا يعني الى حد ما احنا عارفين كويس يعني ايه displacement في الريندر وبياخد وقت قد ايه. طيب نجامب كده كده يعني على طول في مايا، نقول مثلا هنجيب بلان ونفتح، نبتدي كده بسم الله. اول حاجة نقول له هايبر شيد، ومن هايبر شيد نروح لشيدر ونسقط ستاندرد سيرفيس ماتيريال، ننزلها عليه، ونروح بعد كده عند 2 دي تكتشر وننزل فايل تكتشر نود، ونقول له هات لي فيها مثلا، انا عامل الجرانج دي هتبقى عشان نلعب فيها في السبيكولر، فهنشوف هنعمل ايه. طيب انا هنزل الماتيريال دي، بعد ما نزلتها نقول مثلا ان انا عايزها تبقى لونها اسود، وهجيب بوينت لايت او دايركشن او دايركشنال لايت، يعني هنشوف بقى ايه اللي هي السيت اب بتاع اللايت ده، هياخد مننا وقت وتستات. وانا كده كده المشهد اللي هو في شكل السامبنيل بتاع الفيديو نفسه، انا فاتح المشهد يعني بحيث ان احنا نشوف اللايت سيت اب اللي انا كنت عامله والنتيجة طلعت ازاي، لكن احنا يعنينا اكتر يعني ازاي ان احنا نتعامل معاه. في كل الاحوال عايز ان انا ابدا ان انا رندر، فهخش بس على السيتنج بتاعي وابدا ان انا اقفل كل الاعدادات اللي انا عارف ان هي مش هتفيدني، واقلل اللي حتى اللي هيفيدني هقلله للحد الادنى، واللي انا عارف ان هو مش هيفيدني هقوم قافله تماما، وهروح عند سيستم وهخليها الباكت سايز اخليه 32 عشان سرعه الابديت اللي بيحصل عندي في الفيو بتاع الارنولد، ونقول له اي بي ار ريندر كده بشكل سريع. طيب ممكن برضو ان انا ماسكهم كلهم دلوقتي ومنازل عند الاكسبوجر مثلا، واخليهم نجرب كده مثلا نقول له 20، ما ده بدأت اشوف حاجة، ممكن اخليه مثلا 15. طيب ده يعني ده عشان بس ابقى شايف. انا كان ممكن احط سكاي دوم، بس في الموقف ده اللعب بالاضاءة هيبقى احلى بكتير من ان احنا نحط سكاي دوم. الماتيريال نفسه مثلا ممكن ان انا مخليه احنا اوريدي مخلينه لون اسود، ممكن بقى ان انا اجيب الجرانج دي عشان العب في السبيكولر. دي الاربع بوينت لايت نودز بتوعي، ممكن احطهم كده على جنب، وانا واقف على الماتيريال اعداداتها هتجيلي هنا على اليمين، هو نازل عند السبيكولر وهسحب الجرانج دي عليها بحيث ان اشوف يعني يبقى في عندي. لو انا جيت فتحت مثلا الارنولد في الماتيريال فيور بتاعي هنلاقيه ان هو زعلان. طيب كارت عندي يمكن زعلان شويه، المهم مش عايزها اصلا، طول عمري اصلا ببقى متضايق منها يعني. فادي ده الشكل اللي طالع معايا يعني ظريف اعتقد، بس هو مبالغ فيه شويه. فانا ممكن ان انا مثلا اجرب دي، فيعني الطف شويه. السبيكولر دي هنطيرها دلوقتي حالا. المهم عايزين ان احنا نجيب فايل نوت تاني ونحمل المابة اللي احنا جبناها من الجي اس بليسمنت، نقول اوبن والبليس الديسبليسمنت ماب مش بتتبلج في الماتيريال نفسه، انما بنعمل لها بلج في الشيدنج جروب او الانجن الخاص بالماتيريال نفسه. هو في بورت اصلا متجهز للديسبليسمنت، فبالميدل ماوس بوتون هدراج واضرب هنا. وبعد كده عايز اني ابتدي الاحظ شويه حاجات لازم ان انت تاخد بالك منها. انا المفروض ان انا اوقف الاي بي ار طبعا، لان الجهاز ده عمال يعض معايا دلوقتي لانه عمال بيابديت اللي انا عملته، رغم ان هو اصلا مش هيبقى فيه مردود قبل شويه اكشن تانيين مهمين لازم ان احنا نعمله. اوكي مردود سيء جدا يعني، في مردود بس مردود يعني انا لا والله شكرا ما كنتش عايز المردود ده اصلا. فهقول له ستوب، في حاجات لازم ان احنا ناخد بالنا منها طالما بنشتغل ديسبليسمنت. الديسبليسمنت هو ما هو الا عمليه ازاحه حقيقيه للنقط بتاعه المجسم. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في صوره عاليه التفاصيل وفيها كم غير طبيعي من الخطوط، هيجيب الازاحه دي كانك بتعمل سكالبتنج مثلا بالظبط، بتنحت
فانت فعليا بتنحت على الجسم، هتجيب منين كميه الديفيجن دي؟ فانت لازم تزود الديفيجن هنا بشكل مهول، فالفيو بوينت بتاعك هيتقل. الايفكت ده ارنولد هو بيقدمه لك، يعني هو بيزود الديفيجن دي كلها عنده، هو بيحللها هو وبيوري لك المنظر فيك، بيفضل الفيو بوينت عندك خفيف تماما ما فيهوش حاجه، لكن الناتج مختلف تماما عن اللي موجود ده في الحقيقه. فعشان تعمل ده لازم تروح للجسم نفسه، تروح تكلم خصائص الجسم نفسها، وتروح عند التاب ارنولد. انت بتتعامل مع ارنولد خلاص، مش هتتعامل مثلا مع ديسبليسمنت ماب. انت كده لو انت شغال على قديم، وبقى كنت شغال زمان ايام ماي سوفت وير مثلا، فانت دلوقتي عايز تروح لارنولد، ومن ارنولد هتبتدي ان انت تروح عند المنطقه بتاعت السب ديفيجن اللي انت عايز تزود فيها الديفيجن بشكل فيك جوه الانجن نفسه. هتقول له ان انا عايزها كات كلارك. كات كلارك دي يعني كأن بالظبط انت رحت عامل سموث. السموث او السموث يعني خليني اعملها لك بالسموث الحقيقي. لو عملت مثلا سموث بالشكل ده، كل ديفيجن انت هتحطه هنا يعني في الـ في الـ في الكات كلارك بيزود كل فيز، بينضيف في 4 لو ليفل 1، لو ليفل 2 في 16 وهكذا. فهو ده اللي بيحصل، ان 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 الديفيجن بيبتدي يتضاعف. طيب هتلاحظ ان في عندك يعني دي نقولها برضو هنا كده سريعا، انت عندك هنا كات كلارك وعندك لينير. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ده مهم جدا، لان بعض الناس ممكن احيانا يعني خلاص بيجامب على طول على كات كلارك. كات كلارك هي النتيجة اللي احنا شفناها من شوية، يعني الجسم نفسه لو كان كيوب فعلا هيتحول الى كورة في الريندر، هيتحول الى كورة. طب انا عايز اسيدي ازود الديفيجن، بس مش عايز ان انا افقد الشيب الاساسي بتاع الكتلة بتاعتي، عايزة تفضل كده. يبقى انت بتقوله لينير، ساعتها تقوله لينير، ويبقى الديفيجن اللي انت هتزوده اللي هو الاتيفيشن من هنا. طيب يعني بالظبط بالظبط كده نقول ان اللينير ده هو كأنه الامر اللي اسمه الديفيجن، يعني الديفيجن هو ابن عم السموث، بس من غير ما يعني هو بيزود لك الحاجة، بس من غير ما تلوز الشيب الاصلي. تمام تمام. طيب هم قالوا هنا كات كلارك، وهنقول له مثلا ان انا عايز ان انا احطها برقم محترم، يعني ممكن مثلا نقول له 6 أو 8، هو كتير بس يعني خلينا نشوف. الهايت هو الارتفاع، دي انا يعني هي بتبقى حسب السكيل بتاع الجسم بتاعك. فكده كده انا بعمل دايما تجربه، وبعديها ببدا ان انا اشوف انا حابب ايه. فهنقول له اي بي ار فيندر ارتفاع مهول 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 يعني، فهنقول له 0.1، فيبتدي يهدى معايا بشكل كبير جدا. طيب هنا برضو ممكن يعني انا هقول له مثلا لا انا عايز ان انا اوسعها، عايزها تبقى كبيره شويه، وهنقول له مثلا بقول لك ايه ستوب، لو يعني لو انت عايز ان انت تزود التفاصيل دي تخليها ضيقه جدا او تيني جدا. المابا دي احلى من اللي انا على فكره حاططها في السامبلين. يعني انا لسه عاملها معاكم دلوقتي حالا. انا عايز اقول ان انا ممكن برضو ان انا اروح عند البليست 2D ونقول له مثلا خلينا نعمل تكراريه، يعني نضعفها مرتين كفايه قوي، يعني هي اصلا الريزوليوشن بتاعها يعني رهيب، ربنا يستر بقى وما يكراش، ما يعملش كراش. هتلاقي ان التفاصيل زادت جدا و بقت بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب التريك بقى فين؟ التريك في ان انت دلوقتي عايز تعمل بلانة تانية وتخليها معكوسة. تمام، لان انا عايز اعمل لونين، عايز اعمل ادمج لونين مع بعض يكون شكلهم ظريف وحلو. فهنقول له ستوب، و هنقوم رايحين جايبين نقول له مثلا كنترول دي في البداية، هو خليها زي ما هي كده دلوقتي. انا فين؟ انا كل ده على الصفر، يعني ممكن الاثنين على فكره نخليهم متصفرين يعني في عند الاوريجن، واشيل الاوريجن ده. هنيجي عند بلان 2 وهنقول لها على فكره يا بلان 2 انا عايز، ابعدوا عني ابعدوا عني دلوقتي كده، عايزين يا بلان 2 عايزين نحط عليكي ماتيريال تاني. هنجيب ماتيريال تاني، هنجيب 2D فايل تكتشر نود تاني، و هنحط نفس الصورة، أو ممكن تجيب واحدة كمان تانية، يعني ممكن تجيب مابا تانية وتخترع، يعني ممكن برضو الموضوع يعني معاك بقى خالص، يعني معاك يعني شوف أنت عايز تعمل إيه، والأفكار كتير ومبتخلص. ممكن أصلا تقضيها مثلا كده كل يوم تقعد تعمل ديزاين، وتعمل بقى هاشتاج بقى ديلي ديزاين، وتعيش حياتك بقى على الانستجرام.
فهنقوم واخدين ده ساحبينه هنا على الديسبليسمنت، والمفروض ان طبعا انت عامل كوبي منه، يعني هو في كل الاحوال هو واخد نفس الاعدادات القديمة، لكن الجديد ده انا مش في الحقيقة، انا هنا استعجلت، انا عايز ان انا اريفيرس القيم اللونية. القيم اللونية دي انا عايز اعملها ريفيرس، مش انا مش هفرح بان هي تبقى الاكسترودة مماتشة مع نفس الاكسترودة، الحتة اللي طالعة واقفة في نفس الحتة، لا انا عايز ان مثلا الاجزاء دي تبتدي تتفل بمجسمات تانية بلون تاني، فعشان كده انا عايز اعمل ريفيرس للالوان، في كل لون يروح لعكسه. فهنا في نود ظريف جدا ممكن تدوس تاب في الهايبر شيد وتقول له عايز ريفيرس، فهو هيجي لك اهو، هتقوم مدراج والدروب هنا في الانبوت، هيطلع لك الكونكشن اديتور، هتقول له انا عايز الاوت كلر يدخل في الانبوت بتاعك هنا، ف يبتدي يتسلم، وهو ده اللي انت هتقوم حاطه في الانجن بتاع الماتيريال، وبعدين تمسك البلان 2 وتقول له والله سقط الماتيريال عليه، والماتيريال ده انا عايزه بلون مختلف، ممكن مثلا يكون حاجة زي كده مثلا. يعني نشوف بقى كده، طبعا يعني ال بقول لكم الريندر هو الأساس بتاعنا، وبعدين في حركة كده هنبدأ إن احنا نشوف هنعملها إزاي. طيب اللون اللي طالع معايا طالع شكله سيء جدا حاليا، لكن احنا مش عايزين نستعجل، فهنمسك بلان 1 ونبدأ ان احنا نطلعها فوق وننزلها تحت كده لغاية ما يعني يبقى زي عاشق ومعشوق كده يدخلوا مع بعض بالطريقة اللي انت عايزها. طيب ان الشكل محروق جدا يعني، مش شايفين حاجة الحقيقة خالص، فهنخلي اللون نقفل الويت بتاعه شوية، يعني ده زي الديفيوز بتاعه كده، اللي هو يعني عملية امتصاصه للضوء، يبقى امتصاصه للضوء أو نقاء اللون ده نفسه، بتقلل النقاء بتاع اللون، ممكن أقلل السبيكيولاريتي شوية فهيبتدي الدنيا، وبعدين طبعا لازم ألعب شوية كتير قوي في الإضاءة نفسها، فأنا لسه سايب الإضاءة شوية. نلعب بقى كده شوية كده، ننزل بيك، ويعني مش عايز ان يعني الاجراء اللي انا عملته ده انا برضو استعجلت عليه، لان انا اصلا لقيت ان انا يعني انا شايف دلوقتي انه لا، طب ما كانت احلى ان انا كنت اخليها مثلا الهايت بدل ما هو بواحد مثلا نخليه باتنين او نخليها بتلاتة، يعني لو انا عايز اعمل ارتفاعات اعلى شوية الشكل العام كله يبقى ارتفاعاته اعلى شوية، فهنخلي مثلا ده باتنين وده باتنين، ونبدأ برضو نعمل نفس الكلام. يا راجل انت جاي تفاجئني. طيب يعني هكتفي بده، و نشوف لون زي كده، بس انا ما زلتش مقتنع، فانا اجيب بلان 2 بلان 1 واحاول ان انا اخليها هي تسيطر. انا ممكن اصلا عند بلان 1 كمان يعني ممكن ان انا اخليها هي اعلى شوية، يعني انا ممكن اريح نفوخي خالص واخلي الاكستروجن اللي موجود في بلان 1 اعلى، ونخلي مثلا اللي هنا اوطى، يعني ممكن مثلا برضو ده يبقى يعني كده مثلا اظرف، ونبدأ ان احنا مثلا نهدى، نخلي مثلا اللي تحت دي تاخد يعني شكل كده معدني ميتال، فرفعت الميتالنس بتاعها، ولو عايز ان انا برضو ارفع مثلا السبيكيولاريتي كلاس الضوء وكقوة، ممكن مثلا اخليها حاجة في السكة دي.
طيب هيجي دور بقى دلوقتي اني العب شوية مع الاضاءة. فمثلا هنقول ان انا عايز اخلي، هنروح لتابة ارنولد وهنقول له مثلا خليها لونها كده مثلا دي، ونشوف مثلا بالنسبة لدي مثلا نخليها لونها كده مثلا. ونفس الموضوع ممكن نفس اللون القديم، ممكن تعمل اكتر من لون يعني. في برضه ناس معرفش بتبقى غاوية لون موف كده، بلاقيه كتير يعني في الشغل، وعامل والله عامل افكت فعلا حلو. فانت عملت اكتر من لون بالشكل ده، مش هيبقى فاضل لك غير بس ان انت تظبط بقى زاوية كاميرا كده ظريفة، وتعلى طبعا بالسيتنج بتاعك. فلو انا رجعت كده لي يعني هخلي ده يرندر، هنقول له مثلا ستوب، وهنخلي مثلا القيمة مثلا هنا بخمسة او اكتفي باربعة عشان برضو الوقت ما يزعلش، اربعة والسبيكولر مثلا نخليه بتلاتة. يعني دي قيمة تعتبر قبل العالية بحاجة بسيطة، وفوق المتوسطة برضو بحاجة بسيطة. فنقول له رندر، ونشوف كده يعني بالنسبة دي الصورة اللي احنا شايفينها على الكفر. هي الفكرة بقى كلها ان انا حطيت هنا اتنين سفير، يعني هتلاقي برضو هنا في سفير 1 وفي سفير 2، وبرضو عملت نفس الكلام. واللي احنا عملناه في الدرس طلع احلى بكتير اصلا، يعني انا شايفها احلى بصراحة سبحان الله، يعني من اللي انا كنت محضرها للثامبنيل بتاع نسبيا يعني المابة. انا بتكلم عن المابة طبعا، تغير بقى في الالوان. انا قعدت يمكن حوالي يمكن نص ساعة بظبط بس في التون بتاع الإضاءة، وحطيت كمان هنا يمكن الإضافة الوحيدة إن أنا حطيت لون يديني كده تنت أخضر شوية area light في المكان وبس. يعني ده كان الدرس بتاع النهاردة. أتمنى إن هو يعني يكون مفيد، ونشوف بقى إبداعاتكم بالـ JS placement. يا ريت لو عجبك الفيديو أتمنى إن أنت تدعمني بلايك وكومنت، ولو مش مشترك على القناة يا ريت تشترك فيها. ورجاء يعني رجاء كده خاص عايز والله ابقى اقوله في اول كل فيديو، يعني الناس براحتها طبعا جدا، الموضوع كله بتاع الناس اصلا، يعني اللي عايز يعمل داونلود يعمل داونلود، بس يعني على الاقل نتفرج على الفيديو على اليوتيوب لغاية الاخر، بحيث ان على الاقل تتحسب عدد ساعات المشاهدة للفيديو. فيعني لان الموضوع ده بيفرق مع اليوتيوب نفسه، انتوا عارفين بقى الكلام ده كله. فاتمنى ان انتوا يعني يعني مستني منكم الدعم ده، واشوفكم على خير في الدرس الجديد باذن الله، والسلام عليكم.